السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هوريكم حاجة برضو من اكسسوارات البيت، اللي هي حاجة زي الفازات اللي بيبقى شكلها بالمنظر ده. شايفين جمالها؟ طبعا هي فازة بيتحط فيها لمبة من هنا. طبعا هي ليها فيشة اهي، بتقدر انك تسرك وتطفي. تمام، الفيشة اهي. شايفين حلاوة وجمال الفازة؟ الفازات دي يا جماعة عايزة اقولكم، على قد ما الاكسسوار شكله شوفوا حلو ازاي، الحاجات دي رخيصة جدا في السوق، ما هيش غالية خالص، ومتوفرة كمان عند بتوع الانتيكات. طبعا دلوقتي علشان تجيب حاجة زي دي مثلا بكتير قوي 50 جنيه، 65 جنيه طبعا. بس الحاجات دي طبعا يعني اكسسوار بس، يعني انك تحافظ عليها وهتعيش، اكيد يعني مش هتعيش العمر كله، بس الفكرة كلها ان شكلها جميل وفي نفس الوقت رخيصة جدا. شايفين فرق السعر؟ مش فلوس طبعا انك تجيب حاجة زي دي ب50 جنيه، مش فلوس خالص. وفي نفس الوقت ممكن يتركب لها لمبة انك تحطيها مثلا في اوضة النوم، مثلا عاملة مثلا اوضة النوم نحاسي، عاملة مثلا اوضة النوم ذهبي، ايا كان ممكن تكوني عاملاها اصلا بيضة، وفي نفس الوقت برضو دي تليق على اي حاجة لان اللون بتاعها ذهبي، وفي منها الفضي وفي منها الحاجات الصغيرة برضو. وانا كنت عايزة اوريكم الفازة التانية بس بعيد عني دلوقتي. تمام، شايفين جمالها وحلاوتها. وفي نفس الوقت مثلا ممكن تعمليها مثلا فضي، تعملوها مثلا تجيبوها فضي، او وعامة الفضي والاسود، في منها على فكرة الاسود، بس طبعا انا ما حبيتش الاسود عشان انا ما بحبش اللمعة دي في الاسود، انا بحب الاسود بيبقى الفازات السوداء بتبقى مطفية بتبقى حلوة. طبعا الاسود بيليق على كل حاجة، فاتح او غامق، يعني انت لو عملت الاوضة مثلا ابيض فبيليق عليها الاسود، عملت الاوضة اسود فبيبقى اسود يعني. بس طبعا انا ما بحبش الكدمة، بحب ان انا اكسر الالوان. فالفكرة كلها اللي انا بتكلم فيها ان فازة زي دي انها رخيصة كده، انت ممكن تجيبي منها مثلا كذا واحدة تحطيها بدل التكاليف في الفازات، لان الفازات يعني ما تكلفيهاش قوي، لان الحاجات دي ما ينفعش، لان لا قدر الله بعد الشر ممكن تقع تتكسر، يبقى فلوسك اترمت في الارض. بس هي دي الفكرة. ده اللي انا بتكلم فيه، شوفوا جمالها حلاوتها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولايك وشير واشتراك في القناة. انا برضو عايزاكم تقولوا لي رأيكم في السعر ايه، وطبعا في ناس هتناقشني تقول لي ازاي جايباها منين. طبعا احنا عندنا السوق في دمياط فيه حاجات، طبعا يعني بقول لك زي ما اقول لك كده، انا قعدت ادور لحد ما لقيت فلاتات زي دي اللي هي بتبقى ب50 65 جنيه، وفي حاجات طبعا بتبقى اقل، بس بتبقى يعني زي ما قلت لكم مش هتعيش معاكم العمر كله. هي دي الفكرة اللي انا بتكلم فيها فقط لا غير. بس كده، اشوفكوا الفيديو الجاي ان شاء الله.